سلامي سلامي لقوم كرام. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اعلموا أن الله تعالى افترض على هذه الأمة الزكاة كما افترض على هذه الأمة الصلاة، وما من أمة إلا افترض الله عليهم الزكاة والصلاة. واعلموا أن الله تعالى خلقنا ولم نكن شيئا، وأن الله تعالى أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا ولا نملك شيئا ولا نملك دينارا ولا درهما، وإن الله تعالى أعطانا أموالا وأوجب علينا الزكاة فيما رزقنا الله تعالى عز وجل. فقد قال الله تعالى: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وأن هذه الزكاة قد اقترن الله تعالى في القرآن الكريم بالزكاة، حيث قال الله تبارك وتعالى: وأقمنا الصلاة وآتوا الزكاة. فعلينا أن نشكر الله تعالى على نعمه، وأن نؤدي ما أوجب الله تعالى في أموالنا، ألا وهي الزكاة، وهي ثالث أركان الإسلام، فلا بد علينا أن نؤديها لإبراء ذممنا، وأن نحذر أنفسنا من البخل والشح بما أوجب الله تعالى علينا، فإن فيهما هلاكنا. والله تعالى يقول: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله هو خيرا لهم بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال عليه الصلاة والسلام: مانع الزكاة يوم القيامة في النار. وقال عليه السلام: ما من أحد لا يؤدي زكاة ماله إلا مثل له يوم القيامة أقرعا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. وقال تعالى في مصارف الزكاة في سورة التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغاربين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بالذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر، ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمد عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فيا أيها الناس أوصيكم وإياي بالتقوى في السر والعلن، وحافظوا على الجمع والجماعة، ووطنوا أنفسكم بالسمع والطاعة،
واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسن بملائكته المسبحة للقدس وثلث بكم أيها المؤمنون من برية جنه وإنسه فقال تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة رضي الله تعالى عنهم وعن كل الصحابة أجمعين اللهم اغفر العباس وولدي مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا معهم واكتب اللهم الستر والسلامة علينا وعلى عبيدك الحجاج والغزاة والمسافرين في برك وبحرك من أمة محمد أجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة واغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم أهلك الكفرة والمبتدعة واليهود والنصارى والمشركين اللهم شتت شملهم اللهم مزق جمعهم اللهم دمر ديارهم اللهم خرب بنيانهم اللهم زلزل أقدامهم اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله تعالى يذكركم ودعوه يستجيب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وجل وأهم وأتم وأكبر يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا.